ألقت الأحداث السياسية بظلالها على الحياة اليومية للمواطن، فكل يوم جديد يأمل المواطن أن يصحو على أخبار تبعد عنه شبح الخوف والتوجس، وتنهي الأزمة السياسية الخانقة التي عاشها ويعيشها، وأصبحت تهدد مستقبله ومستقبل أبناء اليمن كافة. الإشكال الذي عندنا في اليمن الذي وصلنا إلى ما نحن فيه هو يعني عدم التزام القوى السياسية والسلطة الرسمية بالحكومة برئاسة الدولة، عدم الالتزام بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. لا التزموا بالآلة التنفيذية، ولا التزموا بالمبادرة الخلية، ولا التزموا بمخرجات الحوار، ولا التزموا بما تم عن لجنة التحضيرية، ولا التزموا بما فيه في الاتفاق السير المشتركة. فكان لابد أن نصل إلى ما نحن فيه. تعز وعدن والبيضاء ومارب محافظات تعصرها الأحداث يوميا، قتلى وجرحى في مواجهات مسلحة يقول عنها مواطنون أنها غير مبررة، ولكن طرفاها يسعيان إلى تحقيق أهداف خاصة ضمن خطة معدة ومسبقة دون النظر إلى عواقب ذلك أو ما ينتج عنها من آثار سلبية على حياة المواطن. الأثر السلبي أول أثر هو الأثر الاقتصادي، معيشة المواطنين أصبحت متدنية بشكل كبير. هناك أيضا عدم وجود دفع الرواتب للمؤسسات الحكومية، وكأن الدولة موجودة فقط عند عبد المنصور هادي في محافظة عدن. وأيضا هناك ما يتعلق بأنصار الله والجانب هذا مهم، أنهم لم يستطيعوا الآن السيطرة على العمل السياسي كونهم يعني ممكن أن يكونوا في الجانب العسكري، ولابد أيضا من إشراكهم في المؤسسات الحكومية والقطاع العسكري. مواطنون استنكروا ما يحدث في الساحة الوطنية من إقلاق للأمن وإشاعة للفوضى وتدمير للمؤسسات الدستورية وعرقلة متعمدة للحوارات السياسية وأيضا اقتحام المعسكرات ونهبها، منوهين أن الاشتباكات التي تشهدها عدد من المحافظات اليمنية ساهم في اندلاعها تعنت بعض الأطراف السياسية لمواقفها وبدعم إقليمي ودولي. أظن الحلول أنه اللجوء للعقلانية، يعني الإنسان يكون عقلاني، إن الشعب اليمني يلجأ للعقلاني ويفكر بطريقة منطقية عن الوضع، عن الإنسان كيف بتكون اليمن بعد المشاكل هذه. كل ما تعصبنا أكثر كل ما زادت المشاكل، وكل ما يعني البلاء بيكون علينا إحنا الشعب. في الوقت الذي يعقد فيه اليمنيون آمالهم وتطلعاتهم على الحوار القائم بين المكونات السياسية في صنعاء أملا في إخراج اليمن إلى شاطئ الأمان، إلا أنهم يستنكرون النداءات المطالبة بنقله للخارج، مشيرين أن الجغرافيا لن تكون عاملا مساعدا للخروج من الأزمة، وأن الأهم هو صدق النوايا بحسب قولهم. نحن قد ملينا من الحوارات وملينا من أنه ما فيش نتائج سواء كان داخل أو خارج. الشعب الآن يريد مخرج، يريد حلول، نريد أن نخرج البلد إلى بر الأمان. تعقدت الأزمة السياسية في اليمن، عاصمة هنا وأخرى هناك، وفوضى سياسية تعيشها البلاد إلى جانب أزماتها الاقتصادية والأمنية المتكررة وانتشار الميليشيات المسلحة والعناصر الإرهابية، وكل هذا معطيات جعلت الشارع اليمني يحلل بأن المقبل ربما يكون أصعب ما لم تعدل الأطراف المتصارعة عن غيها والعودة إلى طاولة الحوار.